أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة، وتعتبر الحلقة الثالثة والأخيرة في الجزء الخاص بتعريف الـ Scientific Business Research Methods. زي ما اتفقنا إن في تعريفين عامين شاملين شوية متفق عليهم common يعني، وكنا بنتناول كلمة systematic و data-based و objective inquiry analyzing synthesizing. فرقنا ما بين كلمة organized organization و organizational structure. ركزنا فقط الحلقة اللي فاتت على organization، وقلنا أنواع ال organizations وإزاي ممكن تفرق معانا في اختيارنا لل literature وتحديدنا لل problem definition. دلوقتي تعالوا نتكلم على يعني إيه organized، ويعني إيه business، ويعني إيه management. وده كان سؤال من الحلقة اللي فاتت الخاصة بالتعريف، إيه يعني إيه كلمة business ويعني إيه كلمة management، وإزاي نطبقهم في مجال ال scientific business research وإحنا بنطبق نعمل our own research. الشكل ده بيقول تعالوا نفكر خطوة خطوة كده، يعني ايه مانجمنت؟ مانجمنت يعني ايه؟ فتعالوا نفكر في المانجمنت، مش يعني إدارة أو تعريف أو التعريفات العامة المطلقة اللي ممكن تتعدد على فكرة وتتباين من كتاب للتاني ومن مؤلف للتاني. الحقيقة كلمة مانجمنت زي بقية كلمات الساينس سواء في تخصص البيزنس أو المانجمنت ليها ترمينولوجي، ليها مكونات فانكشنز، احنا درسناهم على انهم فانكشنز في كتاب المانجمنت. طيب حد يفكرنا كده بيهم؟ كانوا ايه؟ كانوا اربع فانكشنز: planning leading اسف planning organizing leading and controlling. planning يعني برضو مش هنترجم، تعال نقول terminology، planning يعني setting objectives، حدد اهدافك الكبيره ايه اللي عايز تعملها، طبعا على حسب المستوى الاداري اللي بتخطط له او بتعمله management. الخطوه الثانيه organizing، دي بقى اللي مقصود بيها كلمه organized، مش organization ولا organizational structure. organized يعني assigning resources. لمين الريسورسز دي؟ assign الريسورس للأوبجيكتيف ده اللي انا حددته هنا، فبالتالي انا بقى عندي أوبجيكتيف واضح جدا هنا ان انا اعرف يعني ايه مانجمنت اللي هم الاربع فانكشنز دول، وامشي بنفس خطوات المانجمنت دي في الساينتفك ريسيرش، اقول أوبجيكتيفز واضحه للساينتفك ريسيرش واربطها بريسورسز. لو الأوبجيكتيف ده مش قادر الاقي الريسورس اللي هو مثلا في شكل داتا، يبقى ما اعملوش، اشيله واستثنيه، يبقى اكسكلودد. طيب لو عندي ريسورسز زياده ازود اوبجكتيفز، طب لو الاوبجكتيفز زادت والريسورسز زادت بقى الريسيرش كبير حجمه ضخم ان انا اتناوله في رساله ماجستير مثلا، نقسمه نصغر نريديوس وهكذا. وبالتالي برضو حققنا هنا سيستماتيك ابروتش، بلاننج اورجانيزنج ليدنج كنترولنج. البلاننج الانبوت، ببتدي اجمع داتا واعمل بروسيسنج، امبلمنتيشن الفول بروسيسنج في منطقه وخطوه الليدنج او الفانكشن اوف ليدنج، اند ذن كنترول وفيدباك، فبقيت بحقق السيستماتيك ابروتش في شكل انبوت بروسيسنج اوتبوت، وما بينهم بقيه التفاصيل اللي اتناقشنا عليها في السيستماتيك ابروتش. طيب ده فرق ايه بقى عن اورجانيزيشنال ستراكشر؟ الاستراكشر ده معناه ان انا هنا ابتدي احدد ما يسمى بالتشارت او الهيراركي، يا ترى ايه الادوار الكبيره، واقسم الادوار دي الى ادوار جزئيه لازم تتعمل عشان استكمل الدور اللي فوق ده، او عشان استكمل المهمه الكبيره اللي فوق هنا دي، اقسمها بريك داون لمهام اصغر واقل، لغايه لما ينتهي بيا الحال ان انا عملت كل التفاصيل، اسف عملت كل التفاصيل الخاصه بالستراكشر ده، فوصلت هنا المستوى ان الاورجانيزيشنال ستراكشر ده نزل اتعمل له بريك داون لغاية مستوى أدنى يصل إلى الموظف اللي بيعمل أقل تفصيلة. وبالتالي بنقول دايما خلي بالك إن الـ chain of command اللي هي خاصة بالـ organizational structure ترجمتها فعليا chain of command، مين مسؤول عن إيه؟ دي مهام تقعد تتكسر وتعملها بريك داون، لما نخلصها نجيب الأشخاص المناسبين اللي بيعمل matching مع الأدوار دي يتعين. وبالتالي برضو نقول خلي بالك management و research perspective لما ده يقل كأدوار نقلل الأشخاص، مش نقلل الأشخاص عشان الأشخاص، لا احنا بنشوف المهام والأدوار، لو مهام الأدوار بتاعتنا اختلفت على أساس هيختلف التركيبة وطريقة إدارة الصلاحيات والمسؤوليات أو الـ chain of command. طب business يعني إيه بقى؟ تعالوا نفكر فيها برضو كفانكشنز. business functions بتبدأ بأهم function، إيه هي؟ إيه أهم function عشان تقول أنا بدأت my own business سواء كان profit أو non profit، لأن profit و non profit بقت متعلقة بيه الليجال فورم او الانتيتي زي ما اتفقنا. اول حاجه هي برودكت او سيرفيس، يبقى عندي برودكت او سيرفيس. برودكت يعني حاجه تانجبل، سيرفيس يعني انتانجبل. برودكت يعني كتاب، كمبيوتر مثلا، ديسك، موبايل. سيرفيسز كونكتيفيتي، الانترنت كونكتيفيتي، موبايل كونكتيفيتي،
تشاريتي اكتيفيتي هتعملها. طيب ايه ده؟ ممكن فكره، ممكن انفورميشن، وده مختلف بقى عن الاورجانيزيشن اللي اتفقنا عليها كانها انتيتي او ليجل فورم. وبنقول ده ليه؟ انت حضرتك محتاج تقول لنا انا وانا بشتغل على البروبلم ديفينيشن اللي هي بستة كومبوننتس، بشتغل على اني فانكشن في البيزنس، اني فانكشن في المانجمنت، على انهي او انهي اورجانيزيشنال ليفل اللي انا مركز عليه، لانهي ليجل فورم، يا ترى البروفيت ولا النون بروفيت، يا ترى في البروفيت انهي نوع او النون بروفيت انهي نوع. طب هل كده البيزنس فانكشنز خلصت؟ لا، البرودكت ده او السيرفيس دي محتاج لها تمويل، محتاج لها تسويق، محتاج لها بيع، محتاج لها انتاج، محتاج لها مانيفاكتشرنج. فانت اذا محتاج خطوات اساسيه بنسميها البيزنس فانكشنز عشان تعمل ايه؟ اكاونتنج، فاينانس، انفستمنت، برودكشن، مانيفاكتشرنج. الخط هنا معلش هو في شكل رسم وانا مقدمه عشان اقرب الصوره بس، انما ممكن يبقى في عندنا اتاتشمنتس وفايلز نعملها ابلود سواء من كتاب او الموديل ده نفسه بمكوناته نرفعه بشكل باوربوينت عشان يسهل الفكره شويه. انما الرسم هنا بيقول ايه؟ خلي بالك ان دي فانكشنز، والفانكشنز دي محتاجه تتحقق عشان نقدر نقول ان احنا استكملنا مكونات البيزنس كلها. وبالتالي تعالوا بقى نفكر، هل يا ترى واحنا بنتكلم على البيزنس فانكشنز دي، المانجمنت فانكشنز دي في انهي واحده من دول؟ الحقيقه فيهم كلهم. يعني لو انا جريت الرسمه شويه كده واسال حضراتكم، واحنا بندرس اي ماستر يتعلق بالبيزنس بندرس ايه في الحقيقه؟ الحقيقه انت بتدرس في كل كلمه من دول، برودكت، سيرفيس، ايديا، accounting, finance, investment, production, manufacturing, sales, marketing, international marketing, HR, strategic HR, international HR, IT, research and development. بتدرس في كل واحد من دول مادة أو كورس أو credit hours، والcredit hours دي بتترجم الدمج ده كله. ولذلك بنيجي نسأل هي المانجمنت دي بتتعمل في أنهي level، في أنهي واحدة من الفانكشنز فيهم كلهم؟ يعني المانجمنت فانكشنز الاربعه دول بيتعملوا في المانجيريال ليفلز او الاورجانيزيشنال ستراكشرز المختلفه دي عفوا، وفي نفس الوقت بيتعملوا في كل البيزنس فانكشنز دول. فانت دلوقتي تخيل معايا انها عامله كده زي ماتريكس او حاجه 3D ليها ابعاد، وكانه قدامك كيان او كائن. طب هو الكيان او الكائن ده انا بشتغل على انهي مانجمنت ليفل، وبشتغل على انهي مانجمنت فانكشنز في انهي بيزنس فانكشن؟ فبدأنا نركب اهو مع بعض. طيب هي البيزنس فانكشنز دي مع المانجمنت ماشيه في الهوا كده ولا في انفايرمنت؟ لا، في انفايرمنت، ودرسنا ده، وهتلاقي حضراتكم وصل لكم ده في كتاب المانجمنت وكتاب الماركتنج وكتب متعدده في علوم الاداره وعلوم الحياه بشكل عام والسوشيال ستاديز الاجتماعيه. هتلاقي اتكلمت على الانفايرمنت اللي هي بتقول ان في نوعين من الانفايرمنتس، انترنال واكسترنال او ماكرو ومايكرو لو درستها من ايكونوميك برسبكتيف. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كل ما كانت الفاكتورز اللي بتعمل انفلونس على الشركه الشركه ما تقدرش تتحكم فيها بنعتبرها اكسترنال. طب الفاكتور اللي الشركه او البيزنس مانجمنت اورجانيزيشن يقدروا يتحكموا فيه بنعتبره انترنال. فالانترنال مايكرو انفايرمنتال كومبوننتس هي فاكتورز ذات كان بي انفلونسد فولي او موستلي باي ذا كومباني، يعني الشركه تقدر تتحكم فيها او الكيان ده يقدر يتحكم فيها بشكل اكبر، زي الموظفين، زي الكاستمرز، زي السبلايرز، يتحكم بالسلب او بالايجاب، وده اللي هنقيسه بقى من الساينتفك ريسيرش. طب الاكسترنال انفايرمنت زي ايه؟ الاكسترنال انفايرمنت درسناها برضو في اكتر من مكان، بس تل بوليتيكال، بي ايكونوميكال، سوشيال او سوشيو كلتشر، تكنولوجيكال، ايكولوجيكال اللي هو النظام الطبيعي، والليجل. بوليتيكال كل الاحداث والمواقف والتاثيرات والقرارات السياسيه ونظام الحكم. ايكونوميكال اي مؤشرات اقتصاديه، سعر عمله، حاله اقتصاد بمؤشراته. سوشيال او سوشيو كلتشر، النورمز والتريتس والعادات التقاليد الخاصه بالمجتمع ده او بالكيان او بالمحيطه بالكيان ده. تكنولوجيكال كل التقنيات والتطورات التقنيه التكنولوجيه المتعلقه بالكيان ده. ايكو التضاريس والجو والجغرافيا والمناخ والمكان والارتفاعات والحرارة والرطوبة، كل حاجة. طب ليجل القوانين، طب هم دول مين اللي بيعملهم؟ دي بيبقى ماكرو اكسترنال فاكتورز اللي بتأثر على الكيان ده ومكوناته، ويصعب على الكيان ده انه يصدها او يردها او يأثر عليها الا بلوبينج، يعني يعمل تحالفات. من ضمن التحالفات دي انه يعمل اسوسيشن. يعني ايه اسوسيشن هنا؟ يعمل جمعية. جمعية ايه؟ جمعية منتجي البرمجيات مثلا، جمعية منتجي الموبايلز، جمعية منتجي
مثلا الأخشاب، جمعية منتجي المواد الغذائية. مالها الجمعيات دي؟ بيتحالف فيها الشركات لمصلحة الصناعة والبلد والمكان اللي هما بيشتغلوا فيه، وبالتالي يقدروا يحاولوا يدفعوا من الآثار اللي مترتبة عليهم عفوا من الـ external environmental factors. طب الكلام ده في الصناعة بيختلف عن الصناعة الأخرى؟ هو الحقيقة في صناعة التليكوم غير في صناعة مثلا الـ FMCG غير في صناعة الكونستراكشن. الصناعة بالسيكتورز كمان اللي جواها، يعني صناعة التليكوم فيها حد بيبني الشبكة وحد بيدير الشبكة، حد بيعمل انفراستراكشر وحد بيأوبريت الشبكة، إنما في كمان مايكرو ريتيلر بيبيع خطوط وخدمات أبسط، يعني اللي هي الصغيرة المايكرو خالص. طب الكلام ده بيختلف من بلد للتانية؟ جيوغرافيكال لوكيشن بيختلف. هيختلف ازاي؟ هيختلف في الايكو سيستم ده كله، هيختلف ليجال، ايكولوجيكال، تكنولوجيكال، سوشيال، بي اي بيستل، هيختلفوا الموظفين اللي في بلد، العملاء، السبلايرز، هيختلفوا. فجيوغرافيكال كمان بنقول خلي بالك مش بلد وبس، ده ممكن تبقى بلد وجزء او منطقة جوه بلد، المحافظات جنوب، المحافظات بحري، وسط، كل ده ممكن يختلف من بلد للتانية من صناعة لأخرى. طب كل ده مش بيختلف مع الزمن تحت خالص؟ ان هو معانا الزمن التايم بيختلف، اللي موجود دلوقتي ما كانش موجود من 10 سنين، من 5، من 20، ومش موجود بعد كده. طب تعالوا نعد مع بعض دول كم مكون، كم عنصر، لو عدناهم هيطلعوا 9 مكونات اهو. ال9 مكونات دول بنسميهم، او انا بقول عليهم، لان انا الموديل ده انا اللي مطوره، والموديل ده اسمه الناين اليمنتس موديل، ومعمول حواليه ساينتفك ريسيرش، والحمد لله جزء منه ببلشد وبستكمل البابليكيشن عليه، البابليكيشن مقصود بيها النشر العلمي، تستد بالشكل اللي بيقول انه بص بقى كل الاسماء اللي قلناها والديفينيشنز اللي اتكلمنا عليها could be integrated في التسعه دول: management functions, organizational او organization اسف legal form, organizational structure رقم 3، business functions 4 بكل مكوناتها، internal environment, external environment 6، 7 جيوغرافيكال لوكيشن، 8 الاندستري ومكوناتها من سيكتورز او سب سيكتورز، و9 التايم. التسعه دول اللي هم الناين اليمنتس موديل لو استخدمتهم وقعدت تشرح لنا التايتل، فاكرين بقى التايتل بتاع الحلقه بتاعت التايتل سيلكشن؟ لو رجعت للحلقه بتاعت التايتل سيلكشن، انت عندك تايتل بيقول ميجرنج مثلا فاكتورز ذات انفلونس كونسيومر بيهيفير ذات توبيك of mobile banking in Egypt، او بالفوكس على مثلا الميدل ايج كاستمرز. احنا كده حققنا الستة كومبوننتس تقريبا في التايتل. بنقول لك كويس، اقعد بقى اشرح لنا التايتل ده بشرح ال9 مكونات دول. هتفوكس على انهي اورجانيزيشن الاستادي بتاعتك، على انهي ليجل فورم؟ طب المشكله او البين جاي من انهي مانجيريال او مانجمنت فانكشن؟ طب انت بتركز على انهي بزنس فانكشن؟ طب يا ترى الاستراكشر عندكم شكله ايه؟ طب تأثير البوليتيكال، ايكونوميكال، سوشيال، تكنولوجيكال، ايكولوجيكال، ليجل، واحدة واحدة فيهم. طب الامبلويز، الكاستمرز، السبلايرز، تأثيرك عليهم ايه وتأثيرهم عليك ايه في البروبلم دي، في الحالة دي؟ طب الاندستري طبيعتها ايه؟ طب الجيوغرافيكال لوكيشن؟ وقدم في ده الأدلة اللي أنت عايزها، قدم سكندري انفورميشن، قدم ريبورتس، قدم سندكيت ريبورتس، قدم ويب سايتس، قدم تقارير، قابل الناس، وده هنشرحه بالتفصيل في الحلقة اللي بعدها اللي بتتكلم على بداية تشكيل proposal أو chapter 1 of your research. المهم دلوقتي في الفوكس هنا إن تحقيق الديفينيشن بتاع الساينتفك ريسيرش في مجال البيزنس باستخدام الستة كومبوننتس في الحلقة بتاعت التايتل سيلكشن مع التسعة دول انتجريتد مع بعض، تقدر تكتب في كل بند من التسعة دول، من 9 elements دول، باراجراف او اتنين او تلاتة، اللي هي بتنتهي بعد كده بصفحة واتنين وتلاتة، بقى عندنا كم واضح بيشرح ومغطي كل الدايمنشنز والاسبكتس اللي متعلقة بيه ساينتفك بيزنس ريسيرش كومبوننت اسمه بروبلم ديفينيشن. هنقول مكونات بعدها، بس يا ريت الحلقة بتاعت التايتل سيلكشن والتلات حلقات المتعلقين بتعريف الساينتفك بيزنس ريسيرش مع الحلقة الأخيرة دي تبتدوا تكتبوا تايتل وتكتبوا بروبلم ديفينيشن تشمل شرح التايتل في تغطية التسعة دول، وتغطية التسعة دول تقدر تلاقيها في مصادر عدة عندك في شركتك، في مؤسستك، في المكان اللي انت بتتناول فيه ساينتفك ريسيرش. كده بدأنا يبقى عندنا جزء متماسك، فهمنا بيه ساينتفك ريسيرش يعني ايه في مجال البيزنس، فهمنا بيه ازاي نبتدي نكتب تايتل، فهمنا بيه ازاي نبتدي نكتب بروبلم ديفينيشن في مجال ساينتفك بيزنس ريسيرش.
شكرا جزيلا. الحلقات القادمة هتبتدي تتخصص شوية ونفصل فيها ازاي نبتدي نكتب التشابتر الأول من الـ Scientific Business Research. شكرا جزيلا لحضراتكم، مع السلامة.